من ذلك. معنا على التليفون الأستاذ المفكر الأستاذ جمال أسعد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ازي حضرتك يا فندم؟ تمام؟ الله يخليك. أهلا بحضرتك يا فندم. مع حضرتك الأستاذ محمد الهواري، صحفي من مصر اليوم، كان حابب يسأل حضرتك شوية أسئلة. اتفضل. دكتور جمال صباح الخير يا فندم. صباح الخير. احنا كنا بنتحدث عن يعني حل المشكلات المتعلقه طبعا بالمجتمع المصري بصفه عامه وبالاخوه الاقباط على وجه الخصوص. هل المساله تتعلق ب يعني قانون الدور العباده الموحد ام اصدار قانون لمنع التمييز؟ حضرتك شايف من اين يبدا الحل؟ اولا بلا شك ان القوانين مطلوبه ومهمه، ونحن ندعو في بداية الحل أن يكون هناك تطبيق للقانون في الأساس، قانون بشكل مطبق يعني. يعني كل القوانين. ما حدث طبعا في مزبيرو بلا شك رغم كل تناقض التحليلات وتداخل البيانات، إنما هي مذبحة بكل ما تحمل الكلمة من معاني، حدثت غضبا شديدا جدا، ونتمنى ألا تترك أثرا سلبيا لدى المواطن المصري. ولكن الحل، نحن من أكثر من 3 عقود جميعا نتحدث عن الحل، خاصة بعد كل حادثة طائفية نضع أجندة حل 1 2 3 إلى آخره. وبعد ما تخمد الحادثة الطائفية نذهب كما كنا ولم كأنه لم يحدث شيئا. تكرار هذه الأجندة أصبح مملا، ولكن ما تم من تصعيد خطير جدا يوم الأحد في مزبيرو يجعلنا نقول وبسرعة شديدة لا بد من تطبيق القانون وفورا على أي كان المسؤول والمحرض. وهنا لا بد أن يكون بعد تطبيق القانون نظرة أكثر شمولية مستقبلية. المشكلة مشكلة متراكمة عبر مئات بل آلاف السنين، وبالتالي الحل سيكون متراكما، ولكن نتمنى طبعا أن يكون زمن تراكم الحل أقل كثيرا من زمن تراكم المشكلة. كما أننا جميعا مسؤولون عن وصول المشكلة إلى هذا المستوى، كل الناس مسؤول، جميع مسؤولون والجميع مدانون، وبالتالي الجميع مسؤول أن يشارك في الحل. يعني الآن هي قضية مجتمعية، مش قضية مسلمين في مواجهة مسيحيين، لا، لقضية اقتصادية سياسية ثقافية، الجميع مسؤول عنها، إعلام وتعليم وكنيسة وأزهر ومنظمات إلى آخر هذا الكلام. وبالتالي نقول أيوة، قانون دور العبادة الموحد شيء مهم وكنا يطالب به، واصبح يعني مشكلتنا احنا هنا ايه، حتى النخبة حتى السياسيين كل الناس أول ما بيطلع تعبير كده ظريف نبدأ نكرره ونعتبره أنه رخصة، إنما لابد أن ننظر إلى الأمور وللواقع السياسي نظرة سياسية موضوعية. بمعنى أنني حتى أجتاز المشكلة لابد أن نوصف الواقع توصيفا سليما حتى أضع العلاج السليم. ما يحدث اليوم غير ما يحدث بالأمس. العلاج الذي يصلح للأمس لا يصلح لليوم. وبالتالي عندما نقول قانون دور العباده الموحد، نعم نحن مطالبون باصدار هذا القانون ومطلوب احد اساسيات الحل هذا القانون. ولكن هل القانون وحده هو الحل للمشكله؟ ولكن هل الشارع المصري الان مهيئ لتقبل هذا القانون حتى يتم تطبيقه؟ قانون بدون تطبيق لا معنى له، دستور بدون تفعيل لا قيمه له. اذا هنا مطلوب أن نبدأ في الحل بالتوازي، تطبيق القانون، النزول للشارع، إعادة النخبة المصرية بين المسلمين والمسيحيين، وده على فكرة لنا تجارب الحمد لله كثيرة منذ عشرات السنين، هو الأعمال المشتركة على المستوى الاجتماعي والرياضي والثقافي والعلاقات الاجتماعية والجلسات، كل ده مطلوب. وفورا نبطل بقى نظام الصالونات ونضال التلفزيونات والصحافة. هذا لا يحل مشاكل، هذه مشكلة متراكمة. لازم يكون في حل من مجتمع يا فندم، من داخل المجتمع. هاي بتقول ان لازم يكون في بناء تاني، كأننا نبني من اول وجديد مجتمع جديد، مجتمع حضاري، مجتمع يتقبل، ومجتمع كما كنا. احنا مش نبني مجتمع جديد، احنا نرجع تاني زي ما كنا، احنا بنستعيد المجتمع اللي فقدناه.
هل ده اللي حضرتك بتقوله صح؟ على الاقل يا فندم، على الاقل يا فندم نبدا اول خطوه في طريق الاصلاح الصحيح حتى يتهيأ الشارع لتقبل اي قانون. انما بصراحه شديده، انا اولا انا مع الماده التي وضعت في قانون الجنائي خاصه على التمييز. هذه ليست قانون وستكون في سياق ماده قانونيه عاديه فلا تترك اصلا حتى المتشنجين. القرار الثاني وهو مهم جدا 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 واعتقد انه بدايه لاصلاح 50% من المشكله حصل في الكنائس الغير مرخصه واعطاء ترخيص، ده يحل كل المشكله زي المشكله التي تتفاقم مع في المارينابو الى اخره. صح. لان المشكله بقى قصديه مش كنيسه، دي مش مرخصه، لان ما يبقاش كل خطوه بتصريح وكل خطوه بمشكله. هذه التصريح عندما نحطي تصريحات لكل دي يبقى اختصرنا 50% مشكله. ولكن انا بتحفظ على توقيت اصدار قانون دور الاباد الموحد في هذا المناخ المتوتر، الا يكون طريقا للحل اكثر منه مزيدا من الاستفزاز. فحلين عدم التمييز واعطاء ترخيصات للكنائس الحاليه، هذا في هذه المرحله اعتقد انه يكفي الى ان نستقر ونعيد بناء مؤسسات الدوله وان يكون هناك حكومه منتخبه وان شاء الله منتخب، يمكن ان نتحاور بموضوعيه حول اصدار قانون دور الاباد. اكيد يا فندم. دكتور جمال، في يعني احنا شفنا دكتور جمال حضرتك معايا؟ معاك. يعني احنا شفنا امبارح ردود افعال دوليه وعربيه على احداث ماسبيرو، شفنا امين عام الامم المتحده بان كي مون بيطلب او بيدعو السلطات المصريه لضمان حقوق المصريين على اختلاف عقائدهم، شفنا تصريحات من البيت الابيض بتامل الا يؤدي حادث ماسبيرو الى اعاقه مسار التحول الديمقراطي في مصر، شفنا ايضا الفاتيكان تدين ما اسمته العنف الطائفي في مصر. حضرتك قراءتك ايه لهذه التصريحات اللي صادره بشأن هذه الأحداث؟ أولا فيما يخص التصريحات مثلا مثل الفاتيكان، هذا تصريح بروتوكولي ما فيش مشكلة، تصريح برضو بان كي مون يعني 50% بروتوكولي و 50% بالاستعمال والتوظيف فيما بعد إذا كان هناك نية. تصريح البيت الأبيض وأمثال البيت الأبيض هو نوع من إعداد العدة لشيء ما، ليست وليدة اليوم ولكن دي على مدار التاريخ. ورقة الأرباب للأسف أو ورقة الأقليات الدينية تستعمل وتستغل من الاستعمار بكل أشكاله وألوانه منذ الحروب الصليبية، الحملة الفرنسية للاستعمار الإنجليزي، حتى الآن الاستعمار الأمريكي الجديد الذي غير شكله من الاستيطاني إلى عدة أشكال سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وهنا الإشكالية لابد أن نجزئها، بمعنى أن هناك ضغط من أمريكا على الأمم المتحدة حتى أصدرت قرارا عام 95 في القرن الماضي يقول أن النظام والحكومة التي تضطهد الأقليات الدينية اضطهادا منظما يجب التدخل. ثم بعد ذلك لحق إصدار قانون من الكونجرس الأمريكي سنة 98 يضع 16 عقوبة إلى الدولة التي تضطهد الأقليات. بلا شك لابد أن يتوازن مع ذلك رفض وتحليل دعوات من خارج مصر ولكن من أناس مصريون متأمركون باستغلال هذه الورقة على أرضية الأجندة السياسية الأمريكية، يعني مش على أجندة حل المشكلة القبطية. لا، ويعني يمكن تصحيح بابا شنو كانت واضحة لما قال إن إذا كان الحمايه الامريكيه هي لحمايه الاقباط يبقى لا، يبقى بلاها الحمايه الامريكيه، وكان تصريح اعتقد مهم جدا لبابا شنوده يعني، وكان واضح جدا. بابا شنوده يا فندم، طبعا كان تصريح اعتقد مهم جدا، قلاده البابا طبعا والكنيسه الوطنيه المصريه طوال تاريخها سجلت بحروف من نور في التاريخ رفض اي تدخل اجنبي. القضية ليست قضية الكنيسة، طبعا قضية موقف الكنيسة لا أحد يساوم عليه، ولكن أنا بتكلم على أن هناك ظاهرة يعني منذ عشرات السنين القليلة الماضية بما يسمى بظاهرة بعض أقباط المهجر، وهم قلائل يتعدون على صابع اليد الواحدة. أيوة. يعملون لصالح الأجندة السياسية الأمريكية. ما هي هذه الأجندة؟ تتبنى
المخطط الصهيوني الذي أعلن سنة 1979 ويدعو إلى إعادة تخطيط المنطقة على أسس طائفية. ونجد أن أمريكا قد تبنت وبدأت، العراق بعد الاحتلال ثلاث دول، ليبيا طبعا الفوضى وهتبقى ثلاث مقاطعات، السودان دولتين، سوريا قادمة، مصر الورقة القبطية دولة مسلمة وإسلامية مسيحية، حيث نرى أن يوم 9/5 يوم إعلان دولة جنوب السودان ظهر من هؤلاء ما جعله أن يعلن الدولة القبطية. لهذه خلفية لابد أن ندركها حتى أو من الآن يطالب بتحقيق دولي أو تدخل الأجنبي أو حماية دولية للأخبار. هي ورقة زي ما حضرتك قلت يا فندم، هي ورقة يتم التلويح بها كل فترة لأغراض واضحة جدا، ونتمنى أن لا يكون هناك أرضية خصبة لأن الورق تطلع كل شوية. يعني عشان أبقى صراحة بقى وبكلام منطقي، إذا كانت هذه الورقة تستغل ودائما وهكذا نرى، يجب بقى أن ندرك الأمور بموضوعية شديدة وندرك أن هذه الورقة هي خطورة حقيقية على توحد الوطن وعلى سلامته. فيجب بقى أن نكون بقى صراحة ونجلس ونضع الحل الموجود. مظبوط يا فندم، مظبوط يا دكتور جمال، ونبدأ في تنفيذ الحل. دكتور جمال انا اعتقد ان حضرتك عايز تكون موجود معانا لان حضرتك يمكن فتحت ملف مهم جدا وهو الملف المخطط وفكره المؤامره وفكره المطامع والقصه دي كلها، واعتقد حضرتك عندك الكثير لتقوله في هذا الموضوع، فيا ريت تشرفنا في الاستوديو قريب جدا نتكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله في تنسيق اكيد ساده المشاهدين. يعني عايز اقول لحضرتك انا سرحت اسرع لفقره الصحافه وركزت مع كلام حضرتك يعني، فاعتقد ان يا ريت تكون معانا قريب. دكتور جمال اسعد بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخله. واخيرا ايه نقول ايه؟ طيب يعني احنا ما عادش معانا غير خبر واحد بس، هو خبر سريع جدا، خبر الاتفاق بين حماس واسرائيل بوساطه مصريه لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت مقابل فشل الوساطة الألمانية. طبعا مقابل 1000 أسير من ضمنهم نساء ومن ضمنهم رموز مهمة جدا زي مروان البراغوثي وأحمد سعدات. ده خبر من الأخبار المهمة جدا النهاردة، اللي ربما يمكن مش ما خدش حقه أو مش هياخد حقه قوي بسبب الأحداث الملتهبة اللي بتشهدها مصر، وبنتمنى الاحتكام دائما إلى العقل. وأعتقد إن هذا الخبر هيكون ليه زي ما بيقولوا كده هيسمع قوي في مساعي اعلان الدول الفلسطينيه. طبعًا هو توقيته طبعًا يعني احنا بقالنا كتير قوي عايزين لازم، وحتى التقارير الصحفيه الاسرائيليه بتتكلم على ان نتنياهو قبل خوفا من ثورات الربيع العربي اللي موجوده. استاذ محمد طلعت الهواري بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون في متابعه يوميه كالعاده كده للصحافه مع حضرتك. مشاهدينا هنروح لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد، خليكم معانا.